هيا ايش قاعد يصير؟ انا قاعد اشغل الحاسبه بس الحاسبه ما قاعد تشتغل. معقول تكون هاي الحاسبه المقرفه عطلت؟ بس انا ايش راح اسوي؟ انا شنو راح العب اليوم اذا هاي الحاسبه عطلت؟ بس انا لازم احكي ويا امي ولازم اقولها تشتري لي حاسبه جديده. انا بعد مستحيل اسكت. هلا ويا امي، صباح الخير. اهلا ابني، جيجي صباح النور. هي اسمعيني، بصراحه انا كلش ضايج. يا امي انت لازم تشتري حاسبه جديده، هاي الحاسبه كلش قديمه. شنو بس ابني بحكيس؟ ايش بيه حاسبتك؟ اصلا حاسبتك اسطوريه. شو خل اشوف ابني، هذه حاسبة كلش حلوة، انت ايش قاعد تحكي عليها؟ شنو ايش قاعد احكي؟ هي امي ما قاعد تشوفين، هاي الحاسبة قديمة، حتى الشاشة مالتها صغيرة وما تشغل اي العاب. هي ابني، هذه احلى حاسبة، انت ما تعرف امي كنت صغيرة كنت العب هالحاسبة ونزل العاب، اصلا كلش حلوة ولحد هسه حلوة. شنو من كنت صغيرة؟ يعني قبل 100 سنة كنت تلعبين بهالحاسبة؟ بس بصراحة هسه ما قاعد تشغل اي لعبة، انا ضجت، انا اريد اشتري حاسبة جديدة. تعي تعي امي اشوفك، تعي باعي هاي جارتي رانية، شوف الحاسبة اللي عندها. واو والله عندها سيت اب اسطوري. هي ابني، انا ما قاعد اشوف زين، نظري ضعيف. شو نظرك ضعيف؟ لعد شلون يوميه تصحيني من بعيد تقولي جي جي جيب صمون وياك ومن مسافه بعيده تشوفيني؟ لا ابني، مو قال لك انه انا اشوف زين بس. واو ابني، اليوم الجو كلش حلو، شو رايك لو اخذك لحديقة الحيوانات؟ هي حديقة حيوانات؟ شنو اني قرد يومي اروح لحديقة حيوانات؟ انا ما اريد اروح. هي ابني، انت اليوم ايش بيك؟ ليش انت ضايج؟ انا ضايج، انا اريد حاسبة مثل هاي مرانية. شوف الشاشة مالتها ايش كبرها، حتى عندها كرسي ونانا، هذا كيس اسطوري، هذا يشغل كل الالعاب، مو مثل هالحاسبة مالتي. صدقني ابني، حاسبتك اسطورية، يعني قابل حاسبات هسه مثل حاسبات قبل. شنو حاسبات قبل؟ بصراحة حاسبات قبل كل شيء مقرفة، أصلا قديمات وعتيقة. هي ابني بالعكس، وحاصل الصورية، انت ما تعرف انا عندي ذكريات والحاسبة هذه كلش حلوة. ذكريات بس انا كلش ضجت. بس ابني تعال، انا قبل لا اطلع انا لازم اخبرك بشي. شنو هذا الشي؟ بصراحة انا كلش ضايج، انا حتى اليوم ما راح اخرج وما اشتري اكل. اوكي ابني، انت ما تعرف انا ضمت هنا، انا ضم هنا 20 دايموند، هذا مثل واحد يتمرض واحد يصير بيشي نحتاجه بشغله، هاي ما نستخدمها بس بالشغلات الضروريه. شنو 20 دايموند؟ واو والله هواية دايموند هذا. هي ابني، شنو هواية دايموند؟ هذا ضمي للحياة الضرورية، بس أنا قاعدة أنبهك، يعني لا تخلي أحد يدخل البيت أو احتمال يجينا حرام ويسرقنا. أوكي، أوعدك يا أمي إنه أنا ما راح أسمح لأي أحد يدخل يسرق هذا الدايموند. أوكي ابني، هسا راح أطلع لأن عندي كم شغلة وراح أرجع، يلا خل أروح. أنا بصراحة كلش ضايج، يعني أمي عندها هالقد دايموند، عندها 20 دايموند، بس ليش ما تشتري لي حاسبة أسطورية؟ أنا بصراحة ضجت من الحاسبة القديمة. بس راح اسوي يا جيجي، احسن حال اخرج من البيت واقعد هنا، لاني كلش ضايج حتى ما اعرف شو راح اسوي. واو انا كلش فرحانه. هاي الغنيه ليش فرحانه؟ اوكي خلي استعجل. هاي رانيا، شنو صاير صوتك واصل البيت مالتي؟ ليش فرحانه؟ هي جيجي انت ما تعرف، جيجي شوف اللعبه اللي اشتريتها، قاعد اشوف هاي لعبه جراند ثيف اوتو، هذه اللعبه اسطوريه وانا راح العبها. لعبة أسطورية بصراحة، أنا هم لعب هاي اللعبة. شنو لعب هاي اللعبة جيجي؟ هالإصدار الحديث انت شلون تقدر تلعبها؟ أصلاً تحستك كلش مقرفة وقديمة، مو مثل حاسبتي. بس ها صحيح، يمكن انت ما تعرف بالحاسبة مالتي، أنا اشتريت حاسبة أسطورية. شنو والله أنا ضجت، كل الناس يعرفون حاسبتي قديمة وما تشغل أي ألعاب. هي جيجي صحيح، تعال خليني أشوفك الحاسبة مالتي وعشون مواصفات بيها أسطورية. أوكي تعال هسه احنا وصلنا، ترى أوكي. هي بصراحة حاسبتك مو كلش أسطورية. شنو بالعكس جيجي، أنت بتعرف شو الألعاب الموجودة وهالحاسبة تقدر تشغل ألعاب أسطورية حتى آخر إصدار. بس خطيه انت حاسبتك وش ما شغل. هي كافي تقول على حاسبتك وش ما شغل، حتى اني ضجت، والله مشتري كل الالعاب، راح تلعب كل الالعاب واني باقي بهاي حاسبتي القديمه المقرفه، هاي الحاسبه المعفنه حتى ما تشغل اي العاب. بس اني ضجت يا جيجي، انا مستحيل اسكت، اني احسن حل اخذ هذا الدايموند واروح اشتري حاسبه. انا بعد ما اقدر ابقى بهاي الحاسبه المقرفه القديمه، لازم اروح على محل العاب حتى اشتري حاسبه، وهالمرة راح اشتري احسن حاسبة بالعالم. يلا خلنا نروح.
هي ساني قاعد أراقب كل سكان القرية لأني مسيطر على كل حاسباتهم. يا هكر يا هكر. اي نعم من وجه. نعم يا مساعدة. اسمعني انت ما تعرف، انا عرفت اكو شخص عنده حاسبة اسطورية حتى احسن من الحاسبة اللي عندك. شنو؟ شخص عنده حاسبة احسن من هاي حاسبتي؟ مستحيل يصير هذا الشيء. انا حاسباتي احسن حاسبات بالعالم. بس هي هكر انت ايش راح تسوي؟ معقولة تخلي شخص يكون احسن منك؟ لا اكيد لا، بس اريد اعرف وين مكانه. انا اي شخص يصير عنده سيت اب احسن من اللي عندي اكيد راح اتخلص منه. يس، أنا تقربت على هذا البيت، أنا عرفت إنه شخص عايش هنا، اشترى حاسبة أحسن من السيت أب مالتي، مستحيل أنا أقبل بهذا الشيء، يلا خلي أراقب منه. هي صحيح، هاي البنت، هذا السيت أب مالته، أوكي لازم أتقرب، أريد أعرف إيش قاعد تلعب هنا، يلا خلي أستعجل على السريع، أريد أتأكد إن حاسبته معقولة تكون أحسن من الحاسبة مالتي، يلا خلي أراقب منه. حاسبتي كلش حلوة، حتى من اشتريتها قالوا هالحاسبة سعرها غالي بمية دايموند وهي أقوى حاسبة بالعالم. حتى هذا الهكر ما يقدر يخترقها، أصلا هو هكر نوب، مستحيل يقدر يخترق هيجي حاسبة. شنو؟ تقول علي أني هكر نوب؟ أنا مستحيل أسكت، يجي الوقت أني أتخلص منها. أوكي لازم أكسر هذا الزجاج. شنو؟ من منو؟ هي اسمعيني، أنا راح أتخلص منك. هسه تخلصت منه، أنا مستحيل أسمح على شخص يقول علي أني نوب، هسه إجا الوقت أرجع للبيت. واو، اليوم أحلى يوم بحياتي، وأخيرا حققت أمنيتي واشتريت هاي الحاسبة الأسطورية. واو، هذا أحدث كمبيوتر، حتى المواصفات مالته ممكن يشغل كل الألعاب اللي أنا أريته. واو يا جيجي، اليوم أسعد يوم بحياتي. حتى الغنية. هي هي ابني جيجي، هي تعال تعال. اوكي خذ ماي. نعم ماما. هي ابني انت ما كنت، ليش تاخرت؟ اني كنت قاعد العب، وصحيح تاخرت بس هسه انا رجعت للبيت. تعال تعال، انت ما تعرف شنو اللي صاير. هسه الناس سمعت انه واحد مشتري حاسبه جديده وبتخلص منه الهكر. شنو؟ متاكد اموي حاسبه جديده ومتخلص منه الهكر؟ طبعا يا ابني، هسه انا شفت شرطه مجتمعين حول ذاك البيت وتخلص من هذا الشخص. بس ابني هسه الوقت كلش خطر، وهسه الليل لازم تدخل البيت. اوكي بس شنو؟ معقوله الهكر تخلص من واحد مشتري حاسبه جديده؟ بس يا جيجي، معقوله راح يجي علي ويتخلص مني؟ لا مستحيل. بس اوكي يا امي، هسه راح اصعد انام. يلا اوكي، يلا استعجل صعد لغرفتك. اوكي بس يا جيجي، انا ايش راح اسوي اذا اخلي هاي الحاسبه الجديده؟ معقول هذا الهكر راح يجي ويشوفه ويتخلص مني؟ بس بصراحه انا ما متاكد. اوكي لازم باكر الصبح افكر، هسه اجى وقت النوم، يلا خلنا نام. يا جيجي يلا اقعد، هسه صار الصبح. بس واو، اليوم اسعد يوم بحياتي، لان اليوم راح انصب هاي الكمبيوتر الجديد وراح ابدي العب اسطوريه. بس هسه انا ايش راح اسوي؟ اوكي بالبدايه خلي اراقب هاي الغنيه واشوف اليوم ايش قاعد تلعب حتى العب مثلها. هي والله قاعد تبكي، بس معقولة تكون حاسبتها عطلت ولهذا هي حزينة. اوكي خلي اصعد هنا واراقب زين. هي انت رانية؟ ما قاعد تسمع، انا متأكد هي ما تبكي الا اذا الكمبيوتر مالتها عطل، بس هي ما تعرف انا راح اشوفها انه انا اشتريت كمبيوتر اسطوري جديد. يلا خلي انزل على السريع. اوكي وراح ادق الباب عليها. هي افتحوا الباب. منو؟ الهكر. هي ارجوك ابتعد. هي هكر. هي اني جيجي، اني مو الهكر. جيجي شو؟ اي صحيح، هاي انت جيجي تعال استعجل. انا كلش حزينة. هي كافي، انت ليش قاعد تبكين اصلا؟ انا متاكد حاسبتك عطلت ولهذا قاعد تبكين. حاسبتك عطلت؟ لا حاسبتي ما عطلت، بس انا جت لي رساله من الهكر كاتب لي اما تتخلصي من الحاسبه مالتك
أو أني راح أجي وقف عليك. شنو؟ هاكر؟ أنت متأكدة أن الهاكر دزج هالرسالة؟ إي طبعاً هو دز هالرسالة، قال لي إما تتخلص من الحاسبة أو راح أتخلص منك، حتى أني كلش خايفة أني ما راح أتخلص من حاسبتي. إي بصراحة هذا الشيء مرعب، حتى البارحة أمي خبرتني أنه هذا الهاكر متخلص من وحدة مشتري حاسبة جديدة وسيجع على رانية، وإذا أنا أخلي الحاسبة مالتي بالغرفة أكيد رح يجي علي. بس هاي اسمعي، أنت هسه راح تسوين؟ شنو الفكرة مالتك؟ ما أعرف أنا كلش خايفة، أرجوك ساعدني جيجي، أنا حتى ما عم راح أسوي. أساعدك بس أنا شنو أقدر أساعده؟ بصراحة هذا الشيء صعب، بشنو أقدر أفكر يا جيجي؟ بس ها؟ واو والله جتي فكرة ببالي. هاي اسمعي ترانية، هاي اسمعي، شنو رأيك إذا سويتي مكان تحت الأرض وتسوي مكان بس الحاسبة، يعني غرفة ألعاب يكون سيت اب، تقدرين تسوي حتى الهاكر ما يقدر يكشفك. شنجيجي قصدك إذا أني خليت الحاسبة مالتي وسويت لي مكان سري، معقولة الهاكر ما رح يكشفني؟ أكيد ما حد ما رح يشوفك، يعني إذا أجوا يباعون منا من الشباك ما حد يعرف أن أنت عندك حاسبة، رح يتوقعون أنت تخلصتي من الحاسبة، بس هم ما يعرفون أنت مسويتك غرفة سيت اب جوا، وهاي الغرفة رح تكون بيها غرفة ألعاب. بس هي جيجي أنت متأكد هذا الشيء رح ينجح؟ هي يعني شو رح ينجح؟ بصراحة أنا ما أعرف، أنا رح أسوي، بس أنت ما تعرفين أنا اشتريت كمبيوتر جديد، باعي هاي الحاسبة وباعي هذا الكيس، هذا بأقوى مواصفات كمبيوتر. صح جيجي هاي حاسبتك أسطورية. بس جيجي أنت وراح تخبأ حاسبتك إيش رح تسوي؟ هي أنا رح أسوي لي مكان تحت الأرض ورح يكون مكان أسطوري، بس أنا بس هذا حتى ببالي إنه رح أسوي إنه أحلى ستاب بالعالم، أحلى تجميع وأحلى ستاب، مستحيل أحد ثاني عنده مثل هذا. لا جيجي أوكي جيجي، بما أنك قلت لي على هذه فكرتك أنا لازم أستعجل وأسوي لي مكان تحت الأرض، راح اخلي بالست اب مالتي. يلا خل استعجل. اوكي اوكي انا امس لازم اروح للبيت مالتي. اوكي يلا يا جيجي، بس وين راح احفر؟ باي مكان؟ لازم احفر لي هنا مكان حتى اسوي خاص بس للست اب. بس بالبدايه اوكي يحتاج اروح اجيب بلوكات احتاجه حتى اسوي الست اب مالتي، راح استخدم اللون البلو حتى يكون اسطوري، وراح اجيب لوحات جديده حتى يكون احلى ست اب بالعالم، حتى احلى من الست اب مال هاكر. يس أنا رحت واشتريت كل الأشياء اللي أحتاجها، هسه اجى الوقت إنه أسوي لي غرفة سيت اب وراح تكون غرفة الجيمينج مالتي. يلا يا جيجي استعجل، هسه لازم أدخل البيت حتى أسوي هاي مكان غرفة سري. ابني جيجي، هاي ابني جيجي، ها جايب وياك. ماما أنا اشتريت أغراض، أنا راح أسوي لي غرفة سيت اب جديدة. السيت اب؟ بس ابني انت شو تسوي بالست اب؟ انت عندك فوق غرفة الحاسبة. غرفة الحاسبة. لا ماما انا سويت لي مكان حتى اختبي بي، حتى اذا يجيني الهكر حتى ما يقضي علي ابد. الهكر؟ بس هي ابني انا اعرف ان الهكر ما يجي على الحاسبة القديمة، يجي بس على الحاسبات هاي الجديدة الحديثة، بس حاسبتك قديمة مستحيل يجي عليها. شنو يعني انت تعرفين ان حاسبتي قديمة؟ لعد دائما تقولي لي جيجي حاسبتك اسطورية وحاسبتك احسن من الحاسبات الحديثة. طبعا طبعا صحيح ابني حاسبتك احسن. شنو؟ لا انا متأكد انت مو هذا قصدك، بس اسمعي شوفي انا شو اشتريت حاسبة جديدة. شنو حاسبة جديدة؟ بس ابني انت ملك دايموند. دايموند؟ أنا بصراحة استخدمت هذا الدايموند، انت مو قلتي لي وقت حالات الطوارئ نستخدم هذا الدايموند. شو انت اخذتي؟ هي شوف اسمعني هسه انا شو اسوي لك؟ شو اسوي لك انا؟ بس انا استخدمته لان انت قلتي لي وقت حالات الطوارئ. جيجي وين اكو حالة طارئة؟ هاي حالة طارئة. بصراحة انا حاسبتي ما قاعد تشتغل، واني اعرف ان الحاسبة هي جزء مهم من حياتي، فاعتقدت انه هو من الامور الطارئة ولهذا اخذت الدايموند. هسه انا شو اسوي لك؟ شو اسوي لك يا جيجي؟ اوكي اوكي يلا باي 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 باي. جيجي هسه انا جيت هنا غرفة المخزن. يلا اوكي هسه لازم شنو؟ اجيب مالتي الاكس
وبدي احفر هنا. يلا يا جيجي احفر هنا بعد. اوكي لازم انزل تحت الارض وراح اسوي لي احسن غرفه سيت اب بالعالم. اوكي بعد احتاج احفر اكثر. اذا استخدمت نابلوكي اوكي يا جيجي خلني اتاكد. اتوقع هيك ارتفاع راح يكون اسطوري. اتوقع صحيح. اذا يا جيجي لازم تكسر كل هذا حتى اسوي لي غرفه تحت الارض وراح تكون احسن غرفه بالعالم. انا متاكد حتى احسن من غرفه هاي الغنيرانيه. لازم اكسر هاي على السريع. يلا خلني اشتغل. يلا ثاني خلني استعجل. انا جبت كل الاغراض اللي احتاجها ولازم اسوي لي سيت اب تحت الارض نفس ما خبرني جيجي. ومتى اقدر الخطه راح تنجح؟ نعرف ان الهاكر يجي بس بالليل ويجي مع الناس، فلازم استعجل قبل لا يجي الهاكر. حتى نخلت هنا بوابه سريه، اوكي؟ يعني نسدد هالبوابه، مستحيل الهاكر راح يعرف ان هنا مكاني السري، بس اوكي، هسه لازم انزل على السريع، ولو انا حفرت، ولو عندي هذا كله خشب، لازم اغيره واخلي كله لون بينك. لازم اشتغل على السريع، اوكي راح اسوي لي احلى سيت اب بالعالم، متاكده راح يكون كلش حلو، بس راح اخلي هالبلوكات مال بينك وردي اشوف شو راح يصير. اوكي هنا بلوكي وهنا بلوك، واو راح يكون اسطوري. بس ولو عندي شغل كل شويه لازم كل هذا اغيره. اوكي راح اخلي هذا البنك هنا ولازم اغير هالجيم نفس الشيء. بس حيش كنت عندي الشغل لازم استعجل على السريع واكمل كل هالبلوكات وبعد اخلي هذا اللون البنك الاسطوري. يلا خلني اشتغل. يس انا حفرت هذا المكان. يلا يا جيجي اجى الوقت انه استخدم اللون البلو. اوكي راح ابدي استخدم الجدران كلها راح تكون من اللون الازرق. اوكي يا جيجي بعدها بعد ما استخدم اللون الازرق طبعا الارضيه راح اسويها من الخشب والسقف راح اسوي من اللون الابيض. اعتقد اذا سويت هيجي راح تكون غرفه اسطوريه واحلى سيت اب بالعالم، حتى احلى من السيت اب مال هاي البنت رانيا الغنيه. انا متاكد السيت اب مالته راح يكون مقرف لان هي تستخدم اللون الوردي، وبصراحه هذا اللون كلش مقرف مو مثل هذا اللون الاسطوري مالتي. يلا يا جيجي بعد هنا. اوكي هسه اجى الوقت انه استخدم التورج. اوكي يا جيجي هسه لازم اكمل بقيه الجدران. يلا خلني اشتغل. يس انا كملت واستخدمت اللون الازرق بالجدران واللون الابيض، بقى عندي بس الارضيه. يلا يا جيجي لازم اكسر هذا الديرت وراح استخدم الخشب هذا هنا. واو بس بصراحه انا صرفت كل الدايموند مال امي، هي كان ضم 20 دايموند بس هم زين كفت انه اشتري هاي الاشياء. يلا اوكي هسه اجى الوقت انه غير الارضيه، حتى وراها انا اشتريت صور اسطوريه. اوكي وين الصوره الاولى؟ الصوره الاولى هنا. يا جيجي ما راح اخليها. اوكي واو هاي فيفا، اللي يحبون يلعبون طوبه اكيد راح تعجبهم هاي الصوره. اوكي وراح استخدم الصوره الثانيه. جيجي راح اخليها. اوكي واو صوره سبايدر مان، والله راح تكون غرفتي اسطوريه لان بيها صور حلوه. اوكي بعد عندي صوره رابعه. يا جيجي راح اخليها. اوكي هنا هاي صوره ماينكرافت لعبتي المفضله. واو والله راح يكون سيت اب اسطوري. بس هسه اوكي لازم اغير الارضيه هاي اكملها. اوكي يا جيجي بعد هنا. بس انا اتمنى انه اكمل مالتي السيت اب قبل ما يجي الهاكر ويكشف هذا مكاني. لازم اكمل على السريع. يلا خلني اشتغل. يس انا كملت وغيرت كل بلوكات صرت بلوكات بينك. انا كوش احب هذا اللون. اوكي بس بقى عندي راح اسوي السيت اب راح اخلي هنا البلوكات. اوكي صحيح اصلا لازم اكسر هذه. يلا نكسر نكسري يكون زين انه راح يكون السيت اب مالتي. راح اخلي هنا الحاسبه وهنا راح اخلي هذه الطبله. واو راح يكون كلش حلو انا متاكده. بس صحيح ذكرت أني عندي هنا صور جبتها واشتريتها. اوكي راح اجيب هاي الصور حتى اخليها بهذا المكان راح تكون كلش حلوه. اوكي هاي اللعبه مالتي لعبه روبلوكس وبعدها شنو اجيب؟ اوكي راح اجيب هاي الصور البقيه وراح اخلي هنا وحده. واو هاي اصلا من غرفه الجيمنج هاي كلش حلوه. اوكي بعد هذه ما اريدها راح اجيب هذه اللي بعدها راح اخليها هنا هذه ام حلوه وراح اجيب هذه لعبتي الاسطوريه لعبه ماينكرافت. واو صورت الصور كلش حلوه انا كلش عجبتني. بس بقى ايش راح اسوي؟ اوكي راح اخلي الكرسي هنا مالتي اوكي مال جيمنج بهذا المكان وبعدها راح اخلي الحاسب مالتي وراح تكون هنا. اوكي هسه صحيح. انا كلش فرحانه
من غرفتي قاعد تصير أسطورية، ومتأكد هذا الهكر ما راح يعرف إني أنا قاعدة بهذا المكان، بهذا المكان تحت الأرض، مستحيل راح يكشف هذا الشيء. بس هسه بقى عندي هواي شغلات لازم أجيبها حتى أكمل غرفتي على السريع. يلا خلص عاد. يا جيجي بقى بس أخلي الميز هنا وأخلي الحاسبة وكل شيء راح يكمل. أوكي راح أستخدم 1 2 3. أوكي بعدين راح أجيب ونيات الحاسبة الأسطورية. أوكي يا جيجي أنا راح أخلي أوكي الكيس هنا، بعدين راح أجيب الحاسبة وأخليها هنا. أوكي بعد شنو عندك يا جيجي؟ أوكي لازم أجيب الفريم حتى أخلي الألعاب مالتي، حتى يومي من أنزل منها أجي أختار أي لعبة راح ألعبها اليوم. اوكي عندي هاي اللعبه وعندي هاي اللعبه. اوكي عندي فورتنايت وعندي ماينكرافت وعندي العاب هوايه اسطوريه. اوكي حتى اقدر العب عن طريق هذا الجوستيك مال الاكس بوكس، اقدر استخدمه على الحاسبه. والله راح تكون غرفه اسطوريه انا متاكد. بعد يا جيجي شنو احتاج؟ اوكي خل اجيب الدرج حتى اصعد واجيب شنو الشغلات. اوكي بقى بس اجيب كرسي جديد هنا، راح اجيب شغلات حلوه حتى تكمل الغرفه مالتي. انا متاكد هالغرفه راح تصير حتى احسن من غرفه الهاكر. يلا يا جيجي صعد على السريع. اوكي بس لازم اخفي هاي الغرفه حتى احد ما حد يكشفه. اوكي راح اجي هنا وبعدين هوب. هسه مستحيل حتى اذا اجى الهاكر وحاول يبحث عني وقال جيجي وين وين حاسبته الجديده، ما راح يشوفه ابد انه انا ضامن هذا المكان. هسه لازم اروح اشتري بعد اشياء. يلا خلنا استعجل. واو هسه انا كملت غرفتي، صارت الغرفه كلش حلوه. حتى خليت بها اللوحات وسويتها حجمه كلش حلو. اوكي وهاي الصوره هاي كلش حلوه الالعاب مال جيمنج. اوكي وخليت هنا كراسي يعني مثلا اذا اجوا اصدقائي راح يقدرون هنا يقعدون يتفرجون انا شلون قاعد العب. اوكي حتى خليت هنا هاي الجنطه مالتي وهاي عندي ساعه. بس صحيح اريد اروح اشوف جيجي، جيجي جي مخبرني انه مشتري حاسبه جديده. معقوله هم راح يسوي سيت اب مثلي؟ لا عاد يلا اوكي لازم استعجل حتى اروح لاشوفه. يلا خلي اركض. يس انا كملت وسويت السيت اب مالتي، بس بصراحه خايف انه يجي هذا الهاكر علي انه يعرف انه صارت عندي حاسبه. بس معقول راح يعرف مكاني؟ مستحيل يصير هذا الشيء لان مكاني صار سري تحت الارض. جيجي هي جيجي امزي انا شفتك. هي تعال تعال انا سويت غرفه اسطوريه. شنو غرفه اسطوريه؟ هي وانا شعلي بغرفتك اصلا. هي شوف اسمعني، سويت سيت اب اسطوري وانت بعمرك وحياتك ما تقدر تسوي مثل هذا السيت اب اللي عندي، هذا احلى سيت اب بالعالم. احلى سيت اب بالعالم؟ بس والله رانيا ما تعرف انا شنو سويت. شوف اسمعني، انت مو قلت لي فكرتك؟ نسوي مكان تحت الارض مو صحيح؟ انا طبقت هذه الفكره وصار عندي سيت اب كلش حلو وتحت الارض، مستحيل الهكر راح يعثر علي. اوكي اوكي بس بصراحه انا اريد اشوف السيت اب مالتك، اكيد راح يكون مقرف وراح اضحك عليه. هي شو اسمعني، اصلا هذا احلى سيت اب من العالم انا متاكده، بس بدايه قولوا هذا المكان. المكان اوكي بصراحة هو هواية اكو اماكن سرية، بس احتمال يكون اكيد تحت الارض مثل ما انا قلت لك. اي طبعا طبعا اكيد اكيد، تعال شوف ترى ترى. اوكي هذا المكان، يلا خلينا ندخل ونستكشف السيت اب مال رانيا، انا متاكد راح يكون شيء مقرف. هي شنو هذا اللون المقرف؟ هي هذا محل المكان. هي شوف اسمعني، اصلا هذا احلى لون بالعالم وهذا لوني المفضل. هي جيجي شوف الصورة اللي خليتها، شوف انه المكان باع السيت اب، انه راح اقدر العب ماينكرافت والعب كل العاب تعجبني، حتى راح العب روبلوكس، واذا مثلا يجون اصدقائي هنا راح يقعدون ويتفرجوا علي شو راح العب. هي اسمعي انت اصلا لا تفرحين لا تتوقعين، بس انت عندك سيت اب، انت ما تعرفين اني سويت غرفة اسطورية احلى من هاي الغرفة. شنو؟ معقول هي جيجي اصلا انت فقير لما راح تقدر تسوي سيت اب اسطوري؟ لا 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 مستحيل. اوكي اوكي تعي وياي، اذا ما تصدقين هسه راح اشوفك اياه، اكيد راح تتفاجئين، مو بس تتفاجئين راح تنصدمين، لان السيت اب مالتي احلى من السيت اب مالتك. انا ما جاي اصدق بهذا الشيء، بس يلا اوكي راح اجيك حد اتاكد، بس متاكده السيت اب ما حلو، انا متاكده. اي اسمعي اول شيء لازم تعرفين انه انا السيت اب مالتي سويته بهاي الغرفه. اوكي يعني من تدخل هنا حتى اذا يجي هذا الهاكر مستحيل يتوقع انه السيت اب مالتي هنا. صحيح هذه غرفه فارغه. اوكي تحت الارض. يلا خلينا ننزل على السريع، بس خل اشوف. اوكي هنا. هي رانيا شنو رايك بهذا البناء؟ شنو رايك بهاي الغرفه الاسطوريه؟
هي حلوة بس اكو شي محلو بيها. شنو شي محلو؟ هي تعال شوفي، حتى اشتريت كمبيوتر احسن من الكمبيوتر مالتج، هذا يشغل لك كل الالعاب الجديدة، حتى جراند فايف، مو جراند فايف، اقصد جراند ثيف 6 الجديدة راح تنزل. هاي سمعتي انه السنة الجاية راح تنزل هاي اللعبة؟ طبعا طبعا عرفوني بهذا الشي، بس شوف اسمعني، هي حرامات الغرفة حلوة بس انت مخربها بشي. هي انا ما مخربها، اصلا انا مستخدم كل اشياء حلوة. شوف اسمعني، يعني مثلا لو تغير هذا اللون تسوي بينك يصير كلش حلو ويصير احلى غرفة سيت اب بالعالم. هي اسمعي، انا رح اسأل السؤال، انت عيونك حلوة لو ما حلوة؟ ها عيوني حلوة لو ما حلوة؟ اي طبعا عيوني حلوة. اوكي، هي ويا بينك لو بلو؟ شنو؟ هي ها ما قاعد افتهمك، هاي بلو. هي رانية، اذا اللون البلو لون حلو مثل بعاني معيوني لونها بلو، ولهذا اللون البلو هو لون اسطوري. هي انت كل تضوجتني، اصلا احلى لون بالعالم هو لون البينك، يلا خل اروح. هي والله انت مزعجه، يلا روحوا بعد لا تجين هنا. اوكي واو يا جيجي، والله صارت عندك احلى غرفه سيت اب بالعالم. بس اذا شافني الهاكر والله اكيد راح يضوج مني ويتخلص مني، بس هو مستحيل يوصل هذا المكان، لهذا المكان سري. هيا يلا استعجل يا هاكر، قاعد اشوف هذا البيت، انا اليوم وصلني خبر انه هذا الشخص اشترى حاسبه اسطوريه. شنو؟ انت متاكده ان الكمبيوتر اللي اشترى احسن من الكمبيوتر مالتي؟ طبعا انا وصل لي خبر بعد ما اعرف، لازم تدخل وتتاكد. اوكي بس اكيد هسه راح اشوفه وراح اتخلص منه. بس اوكي، انا هاي البنت دزيت لها رساله، قلت لها تخلصي من الحاسبه مالتك والا راح اقضي عليك. بس اوكي انا متاكد ذول اللي يشترون لك حاسبات ما يتخلصون منه، ولهذا راح ادخل عليهم واتخلص منهم اثنياتهم. اوكي هي اذا تريد تدخل هذا البيت وراح ابقى هنا وراقبك، يلا راح ادخل. اوكي اوكي يلا خلي افتح هاي الباب، يلا يا باب انفتحي. هيا بنت انت وين موجوده؟ انت مستحيل تهربين مني. يلا خلي اصعد للطابق الثاني. اوكي الحاسبه كانت هنا، يس الحاسبه ما موجوده، احتمال تكون باعت حاسبتي وهربت من هذا البيت. اكيد تخاف مني لاني الهاكر، اني اخطر شخص بالعالم. بس هسه ايش راح اسوي؟ اني سمعت هذا البيت هم اشتري حاسبه جديده، لازم استعجل واروح لهذا البيت حتى اتخلص منه. يس انا فتحت هاي الباب، لازم ابحث داخل هذا البيت. يلا خل اشوف وين هذا الولد. بس هاي منو موجود هنا؟ هاي امه عايشه هنا؟ هي اسمع لا تطلعين صوت ابد، احنا لازم نبحث عنه، لازم نشوف تخلص من الحاسبه او لا. اوكي اوكي بس احنا صعدنا الصور، هذه غرفتي. هي صحيح بس هاي حاسبته قديمة، هاي حاسبته أبد مو جديدة. طبعاً طبعاً لحد احتمال وصلنا الخبر بالخطأ وهاي حاسبته كلش قديمة. هي صحيح حتى هاي الحاسبة مقرفة. هي اسمعيني، إذا ما كأي أحد بهاي القرية عنده حاسبة مثل مالتي، هسا أني مطمئن أني أحسن واحد بهاي القرية. هسه أني كلش خايف، أني متأكد الهاكر رجع البيت، بس معقول راح يأثر على هذا مكاني؟ بس شنو؟ هاي باب انسدت، أنا متأكد الهاكر خرج من البيت. حتى أبد ما عثر على مكاني السري. يلا يا جيجي حاول تفتح هاي الباب. أوكي خلي أتأكد الهاكر موجود أو لا. يلا يا جيجي افتح الباب. واو ما كان حد بالبيت، أنا متأكد إجاو بحث عني بس ما عثر على الحاسبة مالتي، ولهذا راح وابتعد بوم. وسوني كلش خايفة، أنا متأكدة سمع صوت واحد قاعد يمشي بالبيت، متأكدة هذا الهاكر إجا يبحث عني، بس بعد ما أعرف أنا أحسن شي نبقى بهذا المكان وأبقى مختبئة، يلا خل أنتظر. بس هاش قاعد أشوف هوني، هذا بيت رانية مفتوح الباب، معقول يكون الهاكر أثر عليه وتخلص منه؟ إذا لازم أستعجل على السريع، ما أعرف إذا موجود الهاكر هنا أو لا. أوكي خلي أشوف من الشباك، والله ما قاعد أسمع أي أحد. أوكي لازم أحاول أدخل، أنا أعرف إن المخبأ مالته موجود هنا. يلا يا جيجي لازم أفتح الباب وأنزل، ولازم أتأكد. يلا أفتح يا باب. هاي هاي ابتعد يا هاكر، هاي ابتعد ابتعد.
هاي أنا مو هاكر، أنا جي جي. هاي أنت وفجيت تخوفي، توقعت تهكر. هاي اسمعي، أنا ما جيت أخوفك، جيت أتأكد إنه الهاكر بعدك عايشة أو الهاكر تخلص منك. هي أنا بعدني عايشة، بس معقولة الهاكر ابتعد وراح؟ لأن قبل شوي سمع الصوت وبعد هذا الصوت اختفى. هي طبعاً حتى الهاكر رجع البيت مالتي، بس ما عثر على مكاني السري. اتوقع إنه أنا بعت الحاسبة أو تخلصت منها وربت، بس هو ما يعرف إنه أنا مسوي مكان تحت الأرض. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.